السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى عن ذكر لو حضرتك قلته في الصباح ما ينتهيش عليك اليوم إلا وقد رضى عنك ربنا عز وجل ويرضيك، يعني لا يمر اليوم إلا لما ربنا سبحانه وتعالى لابد أنه يرضيك في هذا اليوم لو أنت قلت هذا الذكر حين الصباح. وكذلك لو أنت قلت الذكر ده في المساء ما يمرش الليل إلا وربنا رضاك سبحانه وتعالى وأعطاك ما تتمنى. فما فيش حد فينا مش محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يرضيه، ما فيش حد فينا مش محتاج ان ربنا سبحانه تبارك وتعالى يرضى عنه. ده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه في ليله من الليالي بيرفع يديه الى السماء بيقول اللهم اني قد رضيت عنك فهل انت راض عني؟ فانزل ربنا عز وجل فيه قرانا يتلى الى يوم القيامه قال تعالى اولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنها. ذكر واحد هتقوله ربنا هيرضى عنك وهيرضيك إن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. كلام بسيط جدا، كلمات يقولها العبد يمرر الكلام اللي يقول الكلام بلسانه يمرر الكلام على قلبه يرضيه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أسأل الله في عليائه أن يرضى عنا وعنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة ياريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس يختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.